كابول كابول، هل ذهبت ونظرت في صندوق البريد ها؟ مرة أخرى؟ نعم مرة أخرى، فقط اذهب والقي نظرة. حسنا سأفعل هذه في المرة الثالثة. لا يوجد شيء. من أنت؟ إنه أنا يا كعبول، لماذا أنت مندهش ها؟ أنت السيدة رفيعة، ولكن لماذا تنظرين في صندوق بريد جارك ها؟ لم يصلني البريد لعدة أيام، وكنت أرى إذا كان هذا هو الحال عندكم أيضا. إن عبقري يخبرني نفس الشيء. حسنا لنذهب ونتحدث معه لنرى إذا كان يمكننا أن نفعل شيئا. لا أعتقد أن هذا سيغير شيئا. هذا غريب جدا. إن الطرد لا يستغرق في العادة أكثر من أسبوع واحد. ألا نستطيع أن نفعل شيئا بشأنه؟ إنها ورطة، لم يصل تقريري إلى المكان المقصود. إن الوضع سيزداد سوءا إذا لم نفعل شيئا. حسنا سأذهب لأتحدث مع السيد وضاح رئيس مكتب البريد بنفسه. إننا في مشكلة كبيرة يا سيد عبقرينو، لا أعرف السبب، ولكن البريد يزداد بشكل كبير، والمشكلة أن شباب هذه الأيام لا يستطيعون تحمل العمل الشاق لتوصيل البريد فيتركون العمل. حقا أفهم شعورك. هل تقدمني إلى شخص تعتقد أنه مناسب للعمل؟ بالتأكيد، دع الأمر لي. لا تقل عني. انتظر يا كعبول. حسنا، ما رأيك يا كعبول أن تساعدهم بحمل البريد؟ ولكن لا يوجد لدي خبرة. هذه فكرة ممتازة يا سيد عبقرينو، سمعت أنه في البلاد الشمالية تحمل الكلاب البريد، ما رأيك يا كعبول ها؟ ولكن لم أفعل هذا الشيء من قبل. حسنا يا كعبول دع الأمر لي، سأصنع لك دراجة نارية خاصة بك. ولكن لا أطلب منك أن تعمل بلا مقابل، سأدفع لك الكثير بالإضافة إلى وجبة يومية. حقا نعم سأفعل ذلك. حسنا أنت منطلق مرة أخرى، سأعمل على الدراجة البخارية، ولذلك أريدك أن تستمع إلى تعليماته باهتمام قبل أن أعود، أتفهم هذا ها؟ حسنا يا كعبول، قد يكون هذا مفاجئا لك، يمكنك أن تسلم هذا إلى خارج المدينة، إنه مستعجل جدا. نعم فهمت. هذا هو البيت بالتأكيد. مرحبا سيدة ريحانة، افتح الباب، لك بريد مستعجل، افتح الباب. اصمت، ألا تستطيع أن تصمت؟ طرقة واحدة على الباب كافية بالنسبة لي، لا أعتقد أن وجهك مألوف لي. أنا كعبول زع البريد، هذه لك يا سيدتي، تفضلي. هل هذا صحيح؟ كان يجب أن تخبرني بهذا من قبل، إنه من ابن سعيد أليس كذلك؟ هل توقع لي على هذه البطاقة؟ لحظة دعني أنهي قراءة هذا أولا. فهمت، لقد مر بكثير من المصاعب، سيرسل لي بعضا من النقود عندما يحصل على زيادة في راتبه. أوه يا له من اهتمام. لقد تأخرت. هل تسرعين يا سيدة ريحانة؟ أنا في عجلة من أمري، أسرعي. اصبر سأعود حالا، انتظر يا هذا ها؟ هذا شيك أليس كذلك؟ إنها نقود كثيرة، أستطيع شراء ثياب الربيع وبعض من الشراب للعشاء. ولكن ها حسنا سأطلب من هذا الجرو خدمة. هيا يا سيدتي. لا تفعلي هذا بشكل مفاجئ. إني آسفة. حسنا على فكرة، هل أطلب منك خدمة؟ ما هي؟ هل يمكنك أن تصرف لي هذا الشيك في البنك؟ أنا؟ إنه بعيد جدا عن المدينة كما تعلم، وأنا أعيش هنا لوحدي، لا أستطيع أن أطلب من أحد غيرك. ولكني موظف. لا تقل هذا، إن الله يجزيك ثوابا إذا ساعدت امرأة عجوز. أعلم، ولكن يجب أن أعود بسرعة. حقا؟ إذا فأنا لن أوقع. ماذا تقول الآن؟ حسنا كن حذرا فالنقود كثيرة. إلى اللقاء يا سيدتي، إلى اللقاء. إنهم كثيرون. ماذا يجري هنا؟ إن البنك مغلق غدا كما تعلم، سيستغرق الأمر ساعة أو أكثر. ماذا تقول؟ يا له من عمل شاق. لا
لقد تأخر جدا. ماذا حصل؟ لا تقل لي لقد هرب بالنقود. لقد عدت يا سيدتي، إنني متعب جدا. أين كنت؟ لقد تأخرت كثيرا أيها الأحمق. لا تصرخي بي يا سيدتي، ها هي، أرجوك أن توقعي على هذه البطاقة. بالتأكيد، ولكن لحظة. لماذا فعلت هذا؟ لماذا؟ يا لك من كلب صادق، وكنت أفكر بطلب شيء آخر منك. ماذا تريدين هذه المرة؟ أريدك أن تقوم بشراء بعض الأشياء لي. حسناً، لنرى، كيلوغراماً من لحم البقر، بصل، جزر، بطاطا، خبز، جبنة، حليب. أيها الأحمق، ما الذي حصل لك؟ كم تحتاج لتسلم رسالة واحدة؟ ها؟ لقد أخبرت، كان علي أن أقوم بالتسوق. لا مزيد من الأعذار، أريدك الآن أن تصنف هذه الرسائل وتوزعها إلى حيث يجب أن تذهب. لا تستطيع أن تذهب إلى البيت حتى تنتهي منها. أتعني كلها؟ أقترح أن تبدأ حالا يا كعبول. هيا أبدأ، هيا. حسنا. لا تقم بدور الأحمق هذه المرة. أعتقد أن انتهيت الآن. أعتقد أنني هذا أنت يا كعبول؟ لقد أخبرني عبقرين عنك، إنك تقدم الكثير للمدينة يا كعبول، خدمة رائعة. شكرا يا سيدتي، أنا فقط إنك متواضع جدا بحق نفسك يا كعبول. بالمناسبة، هل يمكنك أن تقدم لي هذه الخدمة مرة أخرى؟ حسنا، إنه من المحرج الاعتراف كما تعلم. لا تقولي لي هذا صحيح يا كعبول، نسيت أن أضع هذا وقمت بوضع مغلف فارغ فقط. ماذا تريدين؟ لا تقلق يا كعبول، سأفعل هذا بنفسي. عن إذنك، سأجدها بسرعة. لحظة واحدة. توقفي، أرجوك، توقفي، أرجوك. وجدتها يا كعبول. حسنا، انتهيت، اعذرني الآن، إلى اللقاء. أفسدت ما فعلت. كعبول، وضع من طلب إليك العبث بها، تبا لك. حاضر سيدي، حاضر. انتهي من هذه الرسائل خلال 30 دقيقة، وإلا طردتك من العمل. هل تفهم ذلك؟ هذا آخر انذار لك. ليس خطأي. كعبول، كيف حالك؟ كيف تسير الأمور؟ من المؤكد أني لست بخير. هذا ما اعتقدته. حسنا، أخيرا أصبحت دراجتك النارية جاهزة. ها؟ حقا؟ ها هي. تبدو جيدة، ولكن كيف تعمل بالنسبة للبريد يا صديق المخترع؟ حسنا، هذا بسيط جدا. إنك تخدعني دائما يا عبقرينو بهذه الطريقة. عما تتحدث؟ هذه تحفة رائعة. عندما تضع الرسالة هنا، يقرأ الكمبيوتر العنوان واسم المرسل إليه، ويخبر الدراجة بالإسراع إلى المكان المقصود، حتى تتمكن اليد الآلية الموجودة هنا من وضع الرسالة في صندوق البريد. مدهش، مدهش. دعني أذهب فورا. يجدر بك أن تنطلق كعبول. ها هي، حصلا. انتبه لنفسك كعبول، أرجو لك التوفيق. أبطرينو، خطبا سعيدا لك يا كعبول. لا بد ان يكون هذا. حسنا، سانطلق. اليس هذا رائعا؟ حسنا، الذي يليه الان يجب ان انطلق بسرعه. يا إلهي، لم أعرف أبدا أنه يستطيع التسلق إلى هذا الارتفاع. بريد لك يا سيدي. شكرا. حسنا، بقيت رسالة واحدة، والآن سأذهب إلى بيتي. أين أنت يا بيتي؟ لقد عدت بسرعة وأنهيت عملي يا سيد عبقرينو، شكرا على هذا الاختراق. مرحبا عبقرينو. كعبول، أهلا بعودتك. هذه لك يا سيدي. شكرا لك، شكرا. عزيزي السيد المخترع عبقرينو، إني آسف جدا أن أقول لك إن كعبول لا يعتبر كفؤا للوظيفة. شكرا لك لأنك قدمته لنا.
المخلص لك وضاح مدير مكتب. ماذا؟ هذا يعني أنني مفصول من عمل الجديد؟ أنا أسفك عبود. لقد بذلت قصارى جهدي. لم تسقط علينا هذه الكمية من الثلج منذ 10 أعوام تقريبا. مهرجان ثلج ومسابقة يحصل فائز على 10 كيلوغرامات من اللحم الجيد. رائع. من سيستحق هذا اللحم ثانية؟ أنت ثانية يا كابول. سيقوم المتسابقون بعمل شيء ما من الثلج تمثال مثلا، وستكون الجائزة من نصيب الفائز. جائزة. عبقرينو، لماذا لا نشترك في هذه المسابقة؟ إن مجرد رجل ثلج لا يجدي. يجب أن تصنع شيئا رائعا حقا، فمثلا يجب أن تخلد مبنى مشهورا على الأقل. ما هو المبنى المشهور جدا؟ برج بيزا المائل في إيطاليا، أو الأهرامات مثلا. حسنا، سأبني أهراما. وأنا أيضا سأذهب لأرى ماذا سأفعل أنا بنفسي. ستكون فكرة جيدة أن أخترع آلة ما لكعبولا. عبقرينو، هل تستطيع مساعدتي؟ فهذا عمل صعب جدا بالنسبة لي، أرجوك. لا تقلق كابول، إن كانت لديك هذه الآلة تستطيع أن تصنع أي شيء بنفسك، أي شيء. رائع، أنت مخترع رائع. يسرني أنك تعترف بهذا. تبدو المدينة كلها متحمسة. هل أنت متأكد أنك تستطيع أن تبني تمثالا؟ بالطبع، اعتمد علي يا هشام. هذه قاذفة الثلج صممت لتجمد الرطوبة في الهواء لكي تأخذ ما تريد من الثلج. لنجربها يا كعبول، هيا. ما عليك إلا أن تدوس على الزناد. من قال لك أن تصورها نحوي؟ هيا يا كعبول، أبعد عني. إن الثلج كثيف يا كعبول. انظر، هذه آلة إذابة الثلج صممت لتصدر شعاعا حراريا هكذا بحيث تذيب الثلج بأي شكل تريد. ها؟ هل تستطيع إذا أن تصنع تمثالا يشبهني تماما؟ بالطبع يا هشام، بالطبع. أعطيني كمية من الثلج يا كعبول. بالتأكيد. حسنا، والآن سيظهر التمثال. لا تتحرك يا هشام. هشام، ماذا تفعل؟ سوف يصنع عبقرينو تمثال من الثلج نادين. نادين، كم هو لطيف أن أراك هنا. أريدك أن تنظري كيف سأصنع تحفتي. حسنا، لنرى. ما أجمله. بالطبع سيكون جميلا. حسنا، ها هو. لا. لقد نقضت وعدك يا عبقرينو. تمهل، تمهل يا هشام، تمهل. ما الأمر؟ يا له من تمثال جميل. ستفوز بالمسابقة يا عبقرينو. شكرا سيد رفيع. هل قدمت لي خدمة وصنعت لي تمثالا؟ ماذا؟ أنا آسف جدا، لقد أمضيت كثيرا من الوقت في الثلج وأنا أشعر بالبرد. لا تتجاهل طلبي هذا أرجوك. أنا سأساعدك. مشاكس، لطيف جدا أنك هنا. سأدع الأمر لك ولكعبول لتصنع تمثالا للسيدة رفيعة. ها؟ انتظر يا عبقرينو. ها؟ إني أعتمد عليكما لصنع التمثال. سأعطيكما مكافأة حسنة، هل توافقون؟ ها؟ ولكني لا أعرف شيئا عن ذلك. لا بأس يا كعبول، دع الأمر لي فأنا فنان. والآن أحضر لي الثلج. حسنا، هيا. هل تعتقد أن هذا مناسب يا كعبول؟ ها؟ أي شيء يناسبك؟ ماذا قلت؟ إنك جميلة. هل يمكننا أن نبدأ؟ انتظر. ها هو. بهذه السرعة؟ قمت بعمل رائع يا مشاكس، إنه نسخة عنها. ما هذا يا مشاكس؟ إنه يختلف كثيرا. أعتقد أن ساقيها نحيلتين جدا. اسمت، أعطني تلك الآلة الآن. إن كانت ساقي سمينتان هكذا، فإن ساقي نادين هكذا. يا إلهي، أعطني تلك الآلة يا مشاكس. إنها يشبهها كثيرا، ولكن أنفها كبير جدا. يا إلهي، لماذا فعلت ذلك؟
العين بالعين والأنف بالأنف. أمر لا مبرر له. ماذا تفعلين؟ لقد جن جنونهما. أنا لا أفهم شعور النساء. لقد سئمت من صنع التماثيل البشرية. سأقوم بعمل تصميم بناء. كابول، ما الذي تفعله هذه المرة؟ أهلا مشاكس، لطيف منك أن تأتي. سأبني برج بيزا. لن أقوم بأي عمل متعب. سأشاركك بالجائزة إن ربحنا المسابقة، ما رأيك؟ حقا؟ هذا ليس سيئا. هل هذا تصميم لبرج بيزا المائل؟ ولكنه يبدو مرتفعا حتى مع الآلة. سنرى ماذا سنفعل. ما هذا؟ إننا لا نصنع نفقا. أعتذر. ابدأ من جديد. حسنا سأبدأ. يبدو هذا رائعا، لكن خيمته لا تكفي. دعونا نحضر قليلا من الأسفل لنضع شيئا على الخيمة من. حسنا. يبدو أن البرج يهتز. ماذا حصل؟ لا تقلق يا كابول، سيهتابك نفس الشعور الذي انتبه جالي لو عندما قام بتجربة البندول على البرج لأول مرة. ما رأيك بهذا؟ كان ذلك سيئا. إنه ليس خطأي. يجب علينا أن ننسى أمر البناء. كابول، يجب ألا تيأس. سنبني هرما كبيرا. سنعمل ثانية. حسنا، سأظهر براعتي. كابول، انظر إلى هنا. يوجد داخل الهرم متاهة، ويقع قبر فرعون في نهايتها. إنك تحتاج إلى شيء إضافي لتفوز بالجائزة، وأعتقد أن هذا يستحق الفوز بالجائزة الأولى. ها؟ ما هذا يا عبقرينو؟ ألا تعرف هذا يا هشام؟ إنه هرم. هناك متاهة داخلة تؤدي إلى غرفة يقع فيها قبر فرعون. ستكون الفكرة أفضل لو مكث أحدكم في القبر على أنه توت عنخ آمون. فهمت، هذه فكرة رائعة. لنرى من سيكون مناسبا لهذا. كابول، كابول. ما الأمر؟ أريد منك أن تحضر ملابس توت عنخ آمون من المخزن. ولماذا تريد الملابس؟ ها؟ هذا واضح، ستلبسها وستنام في الكفن، فالهرم لا يكون جيدا بدون وجود فرعون فيه. يجب أن يبدو تمثاله طبيعيا. هكذا سنفوز بالجائزة واللحم أيضا. ربما، قد يكون الجو باردا هناك، لكننا نعتمد عليه. حسنا، سأذهب للاستعداد. هيا. يبدو أنه من الصعب أن نحدد الفائز، فكل الأعمال تبدو لي جيدة. نعم، هذا صحيح يا سيدي. ما هذا الضوء هناك؟ إنه باتجاه بيت عبقرينو. هيا بنا لنلقي نظرة. لم أرى مثل هذا العمل الجميل في حياتي. أعتقد أن هذا العمل سينال الجائزة الأولى. أهلا بك أيها العمدة، هل يعجبك هذا الهرم؟ لقد قمت بعمل جيد عبقرين، إنه رائع. هل سنفوز بالجائزة إذن؟ ربما، يبدو أن لديك كل الحظ للفوز. لا تنسى حصتي، ما كان بوسعك الفوز دون مساعدتي. بالطبع يا مشاكس. الأمر يتطلب الكثير من الجهد للحراسة. الجو بارد جدا هنا، كيف يمكن نوم هنا؟ هذه البلاد ليست مصر، يجب أن تكون هناك مدفأة على الأقل. أصبح الجو دافئ الآن وبإمكاني النوم، يجب أن أنام. بوسعك أن تشترك في الجائزة أنت أيضا يا هشام. أشكرك يا مشاكس، هذا لطف منك. لقد اختفى الهرم.
هذا؟ أين كابول؟ لقد طلبت منه أن يحرسه طيلة الليل. كابول! كابول! يا إلهي، لقد خسرنا الجائزة وانتهى كل شيء. ما هذه الفوضى؟ ماذا حدث؟